صباح الخير. انتشرت في الأعوام الأخيرة خاصة مع زيادة استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي العديد من المصطلحات الرنانة التي بتنا نرددها في كل حديث تقريبا. واحد من هذه المصطلحات كان منطقة الراحة. الجميع يريد الخروج من منطقة الراحة، وعشرات المؤثرين والمؤثرات يتحدثون عن منطقة الراحة. وبالفعل هذا المصطلح موجود منذ بداية التسعينات، ويصنف على أنه حالة سلوكية يستخدم فيها الشخص مجموعة محدودة من السلوكيات لا تشعره بالمخاطرة أو الخطر. لكن هذه الحالة متهمة بشكل مباشر في تحديد قدرات البشر وعدم التطور والتقدم والاستسلام واليأس. فهل هذا صحيح أم لا؟ سنتعرف إلى منطقة الراحة ضمن مساحتنا النفسية لهذا الأسبوع، ولكن بعد الإنفوجراف التالي حول أسباب خوفنا من مغادرة منطقة الراحة بحسب ما ورد في موقع الجزيرة نت. للحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر سكايب من اسطنبول الاختصاصي النفسي محمد أبو المجد. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك أستاذة ولاء. يسعد صباحك يا رب. هلا أول شيء بدي أحاول أنه ما أنساق وراء اللهجة المصرية بما أنها محببة ودائما تستطيع التغلب على جميع اللهجات، فيسعد صباحك بالمصري بس مثل ما عم أقولة. صباح الفل ويسعد صباحك بالسوري. كمان يعني اليوم حديثنا عام وكثير كثيرون يتحدثون فيه، يعني جميعنا نسمع عن منطقة الراحة بالنهار القصير ممكن 10 مرات. فأولا بطلب من حضرتك أنه نحن نعرف هذا المفهوم، ما هي منطقة الراحة؟ وهل ما نسمعه عن أنه هي تحد من قدراتنا وتجعلنا لا نتقدم صحيح أم لا؟ طيب، وحضرتك قلتي من شوية أن منطقة الراحة هي عبارة عن عادة سلوكية. هي فعلا بالطبع هو نمط أو روتين اعتاد عليه الشخص لفترة طويلة من الزمن بيقربه جدا من الراحة والشعور بالأمان، ولكن في الحالة دي بيكون وهمي وبيبعدوا عن السعي والإنجاز وتحقيق أهداف وطموحات قد تساعده أن ينقل حياته نقلة تانية مختلفة. فده تعريف حالة إدمان سلوكي. مهم هذا الحكي، وأكيد أي إدمان يعني في مشكلة لما نستخدم كلمة إدمان. طب شو الفرق ما بين منطقة الراحة والاستقرار؟ يعني أنا عندما يكون لدي أو أي شخص وظيفة ثابتة، روتين حياة نفسه، يعني ما الفرق ما بين الاستقرار ومنطقة الراحة؟ متى يكون هناك خطر حقيقي بحياتنا أو على صحتنا؟ الأستاذة ولاء، الاستقرار هو شخص عارف إمكانياته ومواهبه وقدراته ومخطط كويس، هو عارف النهاردة هو إيه وهيتطور بكرة يبقى إيه وهيستقر بعد ويبقى إزاي. أما منطقة الراحة هو شخص اكتفى وشبع بإمكانيات محدودة تاجن نفسه فيها وعنده ممكن المقدرة أنه يتطور ويبقى أفضل فما بيتطورش، عنده المقدرة أنه يبقى أكثر سعيا للنجاح والاستقرار على مستوى الأسرة، على مستوى الصحة، على مستوى الجسد، على المستوى العلمي، على المستوى العملي، بس مش عايز. أنا كده مرتاح، أنا كده مش عايز أخاطر، أنا مش عايز أقلق، أنا مش عايز أبذل مجهود. فده الفرق ما بين منطقة الراحة وما بين الاستقرار. الشخص المستقر
مش بيرتاح، ده بيسعى انه يكون بالانجازات والطموحات اكثر استقرارا. جميل. ويمكن فرق أساسي ما بين الاستقرار ومنطقة الراحة أنه يكون الرضا حقيقي في الاستقرار، نكون راضيين وفقا لأشياء حقيقية وملموسة، على عكس الأوهام اللي ممكن نصبر حالنا فيها بمنطقة الراحة. خليني أسألك على هذا الموضوع، بما أنه كثير ناس عم تحكي فيه مثل ما ذكرت، كيف بتأثر على صحتنا النفسية وبقائنا ضمن منطقة الراحة؟ كيف يؤثر على حياتنا وأسلوب حياتنا وصحتنا النفسية بشكل مباشر؟ أولا، فكرة الرضا الحقيقي والرضا الوهمي دي، أحيانا الشخص اللي في منطقة الراحة هو بيبقى حاسس فعلا بالرضا، يا جماعة هو أنا ده ومش هتغير. بنسمع الكلمة دي كتير أحيانا يا أستاذة ولاء، أنا مش هتغير. يا جماعة أنت حياتك الأسرية زفت، أنت علاقاتك مش حلوة، أنت معدلاتك الدراسية مش حلوة، انت ما بتقومش بدري تشوف شغلك، انت ما بتلعبش رياضة عشان تظبط وزن جسمك، انت بدأت تمرض ويجي لك امراض بسبب كسلك ونظام الاكل غير الصحي، انا كده ومش هتغير. هو راضي بالحاجة دي. فمن ضمن المشاكل النفسية اللي بتحصل بسبب منطقة الراحة، رقم واحد انك انت بتفقد مع الوقت الشغف. تمام؟ فانت بتبقى راضي قوي لفترات طويلة من الزمن بالشيء اللي انت حاطط نفسك فيه، ولما الدنيا بتتطور والناس من حواليك بيتطور ويبدأوا يتعودوا عليك انك انت في نمط معين، فبتفقد الشغف وبتبقى عارف انك خلاص مش هتلحق الناس دي ولا تعرف توصل لهم، فبتحس بالاكتئاب. فأول مشكلة من المشاكل اللي بتواجهنا للناس اللي بتستمر لفترة طويلة جدا على منطقة الراحة، الاكتئاب. رقم اثنين، في مشاكل في العلاقات، لأن الشخص اللي بيبقى في منطقة الراحة بيبقى الناس من حواليه بيعانوا بيصارعوا عشان يبذل عشانهم مجهود. أنت عندك التزامات، يعني اللي في منطقة الراحة مش هيعرف يكون زوج كويس، مش هيعرف يكون أب كويس، مش هيعرف يكون موظف ناجح في عمله، فهتلاقيه دايما بيتأخر، هتلاقيه دايما مقصر في تقاريره في كتاباته في غيره، هو لا يبالي. هتلاقي دايما أقرانه من حواليه بيعملوا نشاطات وهو ما بيشاركش، أنا مش عايز. تمام؟ فبيأثر في العلاقات. رقم ثلاثة، في الأسباب اللي ممكن المشكلات النفسية بسبب منطقة الراحة، إنها بتخليك اعتمادي. تمام؟ ومتخاذل. فالاعتمادية والتخاذل ده بيخلي فيه مع الوقت نوع من أنواع القلق. أنا قلقان، يا ترى انا هقدر البي الشيء اللي انا متعود عليه من بابا وماما؟ طب افرض بابا وماما راح، انا هعمل ايه؟ ده دول كانوا مصدر الامان. ما هو اي شخص في منطقه راحه حواليه مجموعه من الناس بتساعده انه يفضل في المنطقه دي، وممكن يكون ليه قصد في التربيه من الاول خالص. الاطفال المدللين اللي اعتمدوا على ابهاتهم اهاليهم، اصلا انا وقت ما احتاج اي شيء هتصل، مش عارف باخويا هو هيبعتني، مش عارف بابا هو هيستدني، فهيبقى عنده حالة قلق إن الناس اللي موصلها له أو موفرة له الراحة دي يختفوا. فدي من المشكلات النفسية اللي ممكن تأثر على صراحة الشخص. مشكلات كبيرة جدا وبعضها يحتاج سنوات لحله، وبالتأكيد تأثيرها على الشخص بشكل مباشر ولو لم يكن يدري هو تأثير كبير، وعلى المحيط أيضا تؤثر، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك لما بحس الشخص أنه هو في مجموعة حوله ستقوم بكل ما يلزم ليبقى في منطقة الراحة، ربما هنا نقع بأزمات كبيرة جدا على صعيد العلاقات. طيب، نحن في منطقة الراحة، متى يجب علينا الخروج؟ هل هناك صحوة ما؟ هل هناك حدث ما ربما يحركنا كأشخاص؟ وأيضا لكل من يشاهدنا والآن تعرف على أن بعض ما يقوم به أو حياته اليوم هي ضمن منطقة الراحة ويجب عليه تغييرها مثلا، كيف نخرج من منطقة الراحة؟ كيف نخرج من منطقة الراحة؟ طيب، رقم واحد، عشان نطلع من منطقة الراحة احنا لازم نكسر الخوف. معظم الناس اللي بيبقوا في منطقة الراحة بتبقى ناس خايف يجازف، خايف يبذل مجهود، عنده قناعات مغلوطة عن السعادة. انا السعادة في قعدة الكافيه كل يوم بالليل، او قعدة الشدة، او العب بلاي ستيشن، او اشوف فيلم،
فالسعادة مفهومها عنده إنه هو يعمل نشاط يرفع له الدوبامين اللي هو الهرمون السعادة اللي عنده اللي هو متعود عليه بشكل يومي. هو مش فاهم إن في حاجات تانية ممكن تحقق سعادة أكتر من كده بكتير بالإنجاز والطموح والهدف. فرقم واحد إن إحنا بنكسر الخوف، لازم ما نخافش إن إحنا نخرج من حاجة زي دي، لأنه هو بيسمع نفسه أنا لو دخلت في شغل جديد هخسر، أنا لو جربت مش هعرف أنجح، أنا خايف ما أنجحش. رقم اثنين يتقبل الضغط، لأن اللي عايز يخرج من منطقة الراحة هيواجه صعوبات وتحديات. فالصعوبات وتحديات يعني ضغوط، والناس اللي بتبقى في الكمفورت زون او منطقه الراحه بتبقى مش عايزه تواجه الصعوبات. انا مش عايز اخد اتطور، انا ليه اوجع دماغي؟ انا يعني رائد اعمال ايه اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ لا، انا اكتفي بعقليه الموظف، بشتغل قدام 8 ساعات على شاشه كويس. في ناس بتنجح في منطقه الراحه حياتها كلها على فكره، وبتكمل وبتموت وهم في منطقه الراحه وراضي بده، هو حر. ولكن احنا بنتكلم بقى للناس اللي بقت منطقه الراحه بتسبب لهم معاناه. تمام. رقم ثلاثه، عشان تخرج من منطقه الراحه انك انت تتطور من نفسك، يعني اعرف نقاط القوه اللي عندك ايه اللي منطقه الراحه مخليه عليها غبره او تراب مش مبيناها. في ناس كتير جدا ممكن عندها مهارات فكريه وعقليه ولفظيه واجتماعيه، هو بسبب منطقه الراحه ما بيستخدمهاش. تمام. رقم اربعه، حاول واغلط، ان مفيش مشكله، خلي عندك ثقافه انك انت انا طب ما تخليني اجرب اطلع مره ايه اللي هيحصل يعني. طب ما انا بدل ما اروح اقعد في الكافيه، طب ما انا اطلع اعمل كامبينج، تخييم، مجهود اكتر وحاجه واسمها متعه برضو، واشوف ايه اللي هيحصل معايا. طب ما انا اجرب اخد كورس من حاجه جديده جنب الشغل بتاعي اللي بشتغله، يمكن احبه وافكر ان انا اطور من نفسي فيه بعد كده. تمام. فاختبار اشياء جديده والمحاوله والخطا دي من الحاجات اللي ايه اللي هتخرجك من منطقه الراحه. اخر حاجه عشان تخرج من منطقه الراحه، انك انت تعمل مفاجآت، غير اسلوب حياتك بشكل جذري. يوم انا النهارده مش رايح، مش هعمل كده، انا هروح اعمل الحاجه الفلانيه. ووجد من جو في دايرتك بيئه تساعدك على انك انت تعمل ده. حاجات جديدة، يعني زي ما قلت شوية، موضوع الكامبينج، موضوع الهايكنج، أنا هطلع مثلا أتعلم آلة موسيقية، أنا هطلع أروح كورس في ريادة الأعمال، في التدريب الفلاني، في كيفية تربية الأبناء، في الإرشاد الزواجي والأسري، بحيث أن أنا أغير القناعة بتاعتي أن أنا أدخل مفاهيم جديدة، لعل المفاهيم دي توجد لي الشغف اللي يطلعني من منطقة الراحة. جميل هذا الحديث، وأكيد المعلومات اللي عم تعطيها جميعا مهمة ونحن بحاجة لها. بس توضيح صغير، يعني في ظل ما يحدث اليوم يعني ربما في سوريا وفي غزة، هذا الكلام رفاهية ربما، ولكن يوما ما سيستفادون، حتى لا نكون بعيدين عن الواقع. نحن نتحدث عن وضع طبيعي يعيش فيه الناس اليوم باستطاعتهم الخروج من منطقة الراحة، لأنه يعني وأنت تتحدث خطر لي بأنه منطقة الراحة اليوم هي حلم لكثيرين أن يكونوا في 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 روتين معين. أستاذ ممكن يعيشوا أوضح ضمن شغلة لو تكرمتي؟ تفضل. المنطقة الراحة دي أتفق معك، ممكن أنا أكون قلتها في سياق الرفاهية، ولكن هي تتحط في سياق الضغوط والحروب. إخواتنا في غزة ممكن يكون دلوقتي في منهم ناس وقع في منطقة الراحة. استسلامك لحالة الضغط النفسي وانت قاعد مخيم او نازح من بيتك او لاجئ وبس بتشتكي بدون ما تخطو خطوة تجاه اصلاح الوضع اللي انت فيه، حتى لو الخطوة دي انك انت هتجمع الاولاد اللي في المخيم وتعمل معهم نشاط، حتى لو هتلعب رياضة بشكل يومي، حتى لو هتقرأ وتكمل تعليمك، مفيش مدرسة على امل انك في يوم من الايام هتكمل مدرسة وتبقى المهندس اللي هيعمر البلد دي بعد ما اتخربت. لو هستغل وسائل الانترنت والتواصل للي موجود عنده جوه، واخد كورس واتعلم اونلاين باي طريقه، وفي سبل كتير موفره في اهلنا الغزه بشكل يومي وتوصلات بشكل يومي. انا من غزه بكلم ناس بشكل يومي، وبيعملوا معايا كوتشن، وبيعملوا معايا جلسات، وبيطوروا من حياتهم وبيربوا ابنائهم عادي جدا، سواء في المخيمات وسواء في البيوت. ممكن انت تكون تحت القصف وتحت الدمار وتحط نفسك في منطقه راحه، كمان ده مش مطلوب مننا.
جميل، يعني نعرج على هذا الموضوع ربما يجعلنا أكثر توازنا في تقديم المعلومات. خليني أسألك يعني بشكل مباشر، هل التمسك بمنطقة الراحة هو فشل ويأس كما يصور أم لا؟ هي منطقة الراحة دي حاجة تخص الشخص، فما نقدرش نعمم نقول إنها فشل ويأس. أنا ضربت من شوية مثل بالنسبة للشخص ذاته، بالنسبة للشخص، هل أيوة ستجعله يشعر باليأس والفشل حصرا من دون أن نحكم عليه نحن؟ لا مش شرط، لأن ممكن الناس تقول لك أنا راضي بهذه الحالة، زي ما أنا ضربت مثل لحضرتك، هو موظف عاش موظف هيفضل كده، هياخد معاشه، هيقعد في بيته، يوم من النوم يقرا الجورنان، يرجع من شغله الساعه 2 يتغدى يتفرج على التلفزيون، وهيفضل كده طول عمره. فما نقدرش. طب هل احنا بنشجع الناس على الحاله دي؟ لا، الحاله دي ما عادش موجوده للشباب دلوقتي. الكلام ده كان زمان للناس اللي متوفر لها رفاهيه اكتر وحاله استقرار، اما دلوقتي في التنافس الشديد جدا وفي التخصصات المتعدده وفي الاختيار الافضل دايما في كل حاجه، وفي مليون تخصص جوه التخصص، فلو انت ارتحت مش هتقدر انك انت تنافس ولا تحقق انجاز ولا تقدر تكون اسره مستقره. زمان الموظف كان بيكون اسره مستقره، دلوقتي لا، فهتلاقي نفسك اجلا او عاجلا حسيت بالمعاناه اللي ممكن احداها تبقى ليها اسوء الفشل. جميل، يعني بنرجع بنقول انه الموضوع شخصي جدا، ولكن هذا المسمى موجود وعلينا عرضه ومناقشته. هلا يعني ان كانوا رجالا او نساء، ربما نمر بظروف نرتاح الى منطقة الراحة، لا نريد اي ضغوط، لا نريد اي مشاعر سلبية، لا نريد المجازفة، ربما لدينا التزامات، اطفال، اقساط، ايا يكن. هل التغيير الجزئي، يعني اول ما نحكي عن منطقة الراحة، هناك اشخاص يفكرون الان مثلا بترك عملهم، الحكمة بالخروج من منطقة الراحة قد ايه مهمة؟ قد ايه مهم انه نحن نحط اولويات نبدأ منها للخروج بشكل تدريجي؟ يعني موضوع ما سمعته على السوشيال ميديا اهدم كل شيء وابدأ من جديد، وربما هذا الكلام غير منطقي. لا مش اهدم كل شيء وابدأ من جديد، في ناس بتقدر تعمل ده على فكرة، خاصة الناس اللي طالعة من صدمات مثلا. تمام، ولكن في كلمتين أساسيتين للخروج من منطقة الراحة. أولا غير طريقة تفكيرك وغير عاداتك السلوكية بالتدريج اللي يناسبك بقى. يعني كم مننا قاعد طول اليوم بيستخدم وسائل التواصل للتصفح؟ اعمل جدول ان انا هوفر نص ساعه النهارده واروح اتعلم حاجه جديده ناقصاني. كم مننا بيقول لنفسه كل يوم انا عايز اظبط وزني وجسمي وعايز اروح العب رياضه؟ قد ايه نشاطات وحاجات وعلوم انت عايز تعملها ما بتعملهاش خلال اليوم لانك انت مكتفي بمنطقه الراحه؟ قد ايه بتسمع نفسك انا لازم اكل صحي واوقف السمنه واوقف السكر واوقف الخبز عشان خاطر بدات اسمن ولا بدات صحتي تبقى كذا كذا كذا؟ طب انت ايه اللي منعك انك انت توقف؟ خاصه ان في وسائل كتير جدا باسعار قليله جدا، احنا انت بتوفر وجبه اكل من اللي بتروح تقعدها في الكافيه، وممكن تاخد جلسه كوتشنج مع اخصائي ولا جلسه مع اخصائي تغذيه تقدر انك انت تظبط فيها. بقت القصه متوازنه، تقدر انك انت توفر مش رفاهيه زياده ولا حاجه في مقابل انك انت تطور نفسك. تمام، تغير طريقه تفكيرك، غير عاداتك، ابدا خطوه بخطوه زي ما حضرتك قلتي، تحدي، اعمل تحدي يومي بالاستعانة بحد من حواليك، وفي الآخر آخر حاجة هقولها كافئ نفسك. شغل نظام المكافأة في المخ اللي في منطقة الراحة، مش مشغل النظام ده، بحيث ان انا هعمل حاجة النهاردة الصبح في المقابل هروح الكافيه بالليل، انا هلعب رياضة في المقابل هقعد اسهر اتفرج على فيلم. جميل، طيب خلينا نحكي عن ماذا يحدث، كيف تتغير حياتنا عندما نخرج من منطقة الراحة؟ عشنا تحدي ووصلنا ربما لحال أفضل، كيف نشعر عند الخروج من منطقة الراحة ومضي فترة من الزمن، ليس آليا فترة القرار والتحدي وكل هذا الأمر، كيف نتغير بعدها؟ طيب هو أنا يعني أنا دايما بقول إن بالنسبة لوجهة نظري أنا الشخصية، إن أكثر حالات بتحقق السعادة في الحياة هو إنجاز بتحققه، بيحقق خدمة للآخرين، وبتكسب من وراه فلوس. تمام؟
فممكن الخروج منطقه الراحه ما تخليك ما تعرفش تعمل ده. يعني فالسعي انك انت تكون عندك مهاره بتحقق بيها انجاز يومي وشغف انت عايشه وبتحقق من وراها فلوس كمان، ده اعلى درجات السعاده. تمام. فدي وسيله من الوسائل ان انت ابدا دور على ايه الشيء اللي هتقدر تعمله. على فكره الكلام ده ممكن يكون شخص راجل نجار بسيط جدا مبدع في عمله لكل الناس وبيقوم له بالظبط كده. فممكن يكون دكتور في منطقه الراحه، تمام، مكتفي انه هو يعالج 5 مرضى في اليوم وهو يقدر يعالج 50، او ربما يكتب ابحاث تفيد مجموعه اكبر من الناس كده. اكيد. فكده وضحت الفكره انك انت تزود مساحه الانجاز اللي بتحققه لنفسك ويحقق خدمات للاخرين. دي بالنسبه لي انا اكثر شيء ممكن يطلعنا من منطقه الراحه. اخيرا وبسرعه، هل نحتاج لدعم معين خلال الخروج من منطقه الراحه؟ يعني هل نحتاج لدعم مختص ام دعم اصدقاء اسره؟ هل نعبر عن اننا الان نحن نخرج من هذه المنطقه فنحتاج الى دعم معين او نطلبه؟ ماذا نفعل؟ محتاج لحاجتين. تمام. تصد وتشد. صد الاصحاب اللي والمجتمع والبيئه اللي بتساعدك انك تبقى في منطقه الراحه، قالوا تعالى احنا سهرانين، قالوا والله احنا طالعين مش عارف فين. تمام. وشد مجتمع جديد ليك يساعدك انك تخرج من منطقه الراحه. ناس هتحقق لك انجاز، ناس بقى تساعدك في الحته اللي قلتها من شويه بتاعت يكونوا بيشبهوك في اهدافك وطموحاتك والانجاز اللي انت عايز تحققه عشان خاطر تساعد بيه الناس، يكونوا هم كمان عندهم نفس الفكر ده. هتاخد وقت شويه عقبال ما تحقق ده، بس هتحصل عليه في الاخر. نتمنى اكيد في نهايه هذه الفقره ان يصل كل شخص الى مبتغاه، ان كان عايز يقعد ما يعملش حاجه، ولا لو كان بده يوصل للمريخ والقمر. أكيد حديثنا اليوم هو شرح وليس حكم على أحد، ولكن هذا الموضوع يجب الحديث عنه. شكرا لحضرتك محمد أبو المجد اختصاصي نفسي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا لكم جميعا. شكرا تلفزيون سوري. مع السلامة. وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. نتمنى أن يكون هذا الصباح نشيطا بعد انتهاء مساحتنا النفسية الأسبوعية، وأيضا انتهاء مشوارنا في صباح سوريا مع الزميلة نور جابر والزميل أيهم. أيضا نلقاكم غدا بنفس التوقيت، ابقوا معنا.